راغبا في كل علم نافع. ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد، زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليروي غلة الظمآن، وتعلم اللغة الفصيحة ورعاها بطريف أسلوب وحسن بيان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم يا شباب؟ الحمد لله. كيف الدروس معكم؟ هل راجعتم الدرس الماضي؟ نعم إن شاء الله راجعنا. طيب، حتى قبل أن نبدأ في الدرس إن شاء الله اليوم 11، لعلنا نسأل بعض الأسئلة عن الدرس الماضي مثل ما نحن يعني نقوم به كل درس. في الدرس الماضي هل ممكن يا مبارك لو سمحت تذكرنا يعني بعنوان الدرس الرئيسي، عن ماذا كان الدرس؟ فعل الماضي مسندا إلى بعض الضمائر. أحسنت، لو رفعت الصوت قليلا. فعل الماضي مسندا إلى بعض الضمائر. يا سلام، جميل جدا. إذا نحن تحدثنا عن الفعل الماضي وكيف يسند إلى الضمائر، الضمائر المتصلة. طيب، لعلي أسأل عبد الله لو سمحت، أعطني مثالا على الفعل الماضي. ذهبت إلى المدرسة. أحسنت، إذن الفعل ذهب والضمير هو تو المتكلم. ذهبت أنا، أنا ذهبت إلى المدرسة. أحسنت هارون، هل ممكن أن تعطينا مثال آخر، فعل آخر، أي فعل ماضي؟ نظر، نظرة. أحسنت، نظرة إلى الشاشة. نعم أحسنت، نظرة إلى الشاشة على سبيل المثال. إذا الفعل نظرة الآن هل يوجد عليه ضمير متصل؟ نظرة؟ لا. الأحرف نون ثم الضاد ثم الراء، إذا لا يوجد. فهذا هو الأصل في الفعل، الفعل الماضي الذي يدل أو يتضمن المفرد الغائب المذكر لا يحتاج أن يكون هناك ضمير، مثل نظرة. نظرة من؟ ضمير مستتر هو. لكن إذا كنا نتحدث يا مبارك، ويكون هذا هو السؤال الأخير لدينا في الدرس الماضي، لو أردنا أن نحوله عن فتاة في الفعل الماضي ماذا نقول؟ نظرت. نظرت، التاء الساكنة هذه في آخر الفعل تدل على تأنيث، الضمير المفرد الغائب المؤنث. فالفرق بين نظرة ونظرت، نظر هو ونظرت هي. طيب، جميل جدا. اليوم كما سيظهر لكم بعد قليل على الشاشة، اليوم سوف ننتقل إلى الدرس 11، وأريد أن أذكركم بأن جميع ما نقدمه لكم من دروس الآن هي دلالة على القواعد في اللغة العربية، مثل ما ذكرنا في الدروس الماضية ولن نعيد ذلك مجددا. لكن ماذا أريد أن أقول وأركز عليه؟ القواعد في اللغة العربية أو في أي لغة في تعلم اللغات، إذا لم تمزج بالمشاركة وبالممارسة فلن تستفيد. لا ينفع أن يأتي الإنسان الآن، اليوم لدينا الفاعل كما ترون، الفاعل والمفعول به. ماذا يفيد أن نعرف المسمى ونعرف الشكل ولا نطبق، لا نمارس؟ لا يفيد. فلذلك من الآن وصاعدا كل درس لدينا لابد أن نذهب في الخارج ثم نستخدم ما تم دراسته. So to keep it short and say it in English for those people, we had a very quick review for the verb ذهب، نظرة، and the attached pronouns or suffixes as you like. Then we say the difference between ذهب، ذهبت، as the students mentioned. Then I encourage every student, because we are doing grammar, and if you do not go back home or go back to the community and use these structures,
you cannot understand, you cannot have a very good level of English or Arabic or Spanish or whatever. So any language, you need to use the grammar rather than just memorizing the rules of the grammar in each language. طيب يا شباب اليوم سوف يكون لدينا الفاعل والمفعول به. كما عودناكم سوف نبدأ إن شاء الله بمحادثة بسيطة، ومثل ما كنا نفعل بالأول كنا بدل أن نقرأ تحولنا في الدرس الماضي قلنا لا نمارس محادثة حقيقية، فسوف يسأل مبارك ثم يجيب عليه عبد الله وهكذا، ثم عبد الله يسأل يجيب هارون، ونعود بكم في هذا يعني الطريقة. لو بدأ لنا مبارك بالسؤال الأول، لا تقول لا تذكرون المدرس حامد المدرس علي، فقط اذكر السؤال الذي بعد الاسم. تفضل يا مبارك. من فتح باب الفصل؟ أحسنت، من فتح باب الفصل. أنا عندما أقف وأطلب منكم أن تقفوا حتى نحدد أين الفعل الماضي. فتح. أحسنت. طيب تفضل يا عبد الله أجب. أنا فتحته. أحسنت، وهذا هو الفعل. نعود مجددا لمبارك. ومن فتح النوافذ؟ أحسنت، أنا فتحتها. أحسنت، أكمل. من كسر هذا المكتب؟ أأنت كسرته يا هاشم؟ لا، إني ما كسرته. أحسنت، أحسنت. أرجع زكريا وهمزة وعثمان من مكة؟ لا، ما رجعوا. طيب جميل جدا، نركز قبل أن ننتقل للشاشة التي تلي هذه الشاشة. لو نظرتم ستجدون لدينا الأفعال فتح، كسر، رجع، وحقيقة المحادثة واضحة بأنها يوجد فيها عديد من الأسئلة. عندما نقول من نحتاج إلى معلومة، نقول مثلا خالد، عبد الله، محمد، لكن عندما نقول أنت كسرته، أنت فتحته، الآن توجد علامة الاستفهام، فإذا الإجابة على هذا السؤال يكون بنعم أو لا. بنعم أو لا. طيب جميل جدا، لو لاحظتم الأسئلة عندما تسأل السؤال الغير استفهامي الذي مثل كسرته، أنت كسرته، جميعها يكون الفعل فيها بدون ضمير متصل. عندما نأتي إلى الأجوبة، أنا فتحته، تتحدث عن نفسك، تتحدث عن نفسك تقول أنا فتحته. طيب لأننا نتحدث عن باب، كلمة باب تأتي هنا، إذن هو فتحته. طيب ثم نسأل عن النوافذ، هل هي مذكر أم مؤنث؟ مؤنث، ولذلك قلنا فتحتها المؤنث، إذن نتذكر هذه الضمائر. طيب كسرته، أنت كسرته، نتحدث عن المكتب، إذا مذكر. لا، إني ما كسرته أيضا. طيب أراجع زكريا وحمزة وعثمان من مكة؟ لا، ما رجعوا. انظروا إلى الواو هنا تدل أن لدينا من جمع زكريا وحمزة وعثمان. طيب إذا فقط حتى ننجز بدل أن نعود مرة وأخرى، شرحت لكم بشكل بسيط. طيب لو أعطينا ملاحظة بسيطة، انظروا إلى الفاعل، أتى في مقدمة السؤال. طيب ثم انظروا إلى كلمة النوافذ، انظروا إلى كلمة النوافذ أو كلمة الفصل. طيب باب الفصل تختلف عن كلمة النوافذ، فلذلك الفعل يأتي في بداية الكلمة، أما المفعول في العادة بشكل عام يأتي في نهاية الجملة ويكون منصوب، أما الفاعل يكون بالضمة مرفوع. وسوف نأتي قليلا ثم قليلا إلى هذا الدرس، وإن شاء الله تفهمون ما أقول. So basically this dialogue we're trying to focus on the verb as we have past tense verbs. And when we ask questions like who or where, when, we do not need to have attached suffixes to mention the pronouns. We have them as subject
and we have the object as النوافذ should be with فتحة because we call them accusative, okay? Whereas subjects must be nominative with ضمة. طيب؟ طيب إذا اتفقنا مبدئيا أن الفاعل يكون مرفوع بالضمة، فلذلك أنا ألاحظ الفاعل مباشرة يكون مرفوع بالضمة، وألاحظ المفعول به يكون منصوب بالفتحة. طيب مهم جدا أن نعلم أن الضمير هو الفاعل، أنا فتحت، انسى نحن لدينا أنا تدل على الفاعل أنا، لكن انظروا إلى الضمير الموافق مع الفاعل فتحت، 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 هذا ضمير مستتر هو فاعل يعتبر. طيب لكن إذا وجد لدينا فاعل حقيقي خالد، محمد، عبد الله، أو ضمير مثل أنا، هذا يكفي أن يعني أن يدل على الفاعل. نكمل المحادثة ولعلنا ننتقل الآن من عبد الله يسأل ثم هارون يجيب. يا أستاذ، يا أستاذ، خرج الطلاب الجدد وذهبوا إلى المدير. طيب فهمت الدرس يا طلحة؟ نعم فهمته جيدا. أحسنت. كتبت الأجوبة يا فيصل؟ لا ما كتبتها. لماذا؟ لأنني ما فهمت الأسئلة. حفظت سورة الفجر يا إبراهيم؟ نعم حفظتها، وحفظت سورة التين أيضا. طيب جميل جدا، ما زلنا في نفس المحادثة لكن نختار يعني مجموعة من الآن. خرج الطلاب، لاحظوا الطلاب الآن عليها ضمة أم لا؟ ضمة. عليها ضمة. طيب هل هي مفعول أم فاعل؟ فاعل. فاعل. أحسنت. طيب أين الفعل؟ خرج. خرج فعل ماضي. نعم. طيب طيب ثم بعد ذلك يأتي مجموعة أسئلة. فهمت، فهمت. طيب الدرس، هل الدرس منصوب أم مرفوع؟ منصوب. منصوب. نعم. إذن هل هو فاعل أم مفعول؟ مفعول. مفعول. وننتقل فهمته. نعم. فهمته. الآن انظروا إلى الفاعل أين؟ فهمت. أيوة. التاء التي متصلة بالفعل الماضي فهمت. طيب والهاء مفعول به. مفعول به. إذن المفعول ممكن أن يكون كلمة ومنصوبة، لكن ممكن أن يكون ضمير يعود على كلمة رئيسية في الدرس. أفهمت الدرس؟ مفعول به منصوب. ثم قال فهمته. الهاء تعود إلى الدرس. الدرس. الهاء تعود إلى الدرس هنا. إذن هو هو المفعول. طيب ونأتي أيضا كتبت الأجوبة وهكذا. إذن لن أطيل عليكم، ملخص هذا الكلام فقط حتى تعلم أن الفاعل ممكن أن يكون ظاهر لنا، وممكن يكون ضمير مستتر، ممكن يكون ضمير متصل مثل كلمة فهمت. فهمت. إذن التاء المربوطة أو التاء المضمومة هذه فهمت تدل على أنها فاعل. طيب وقلنا أن أيضا المفعول به ممكن أن يكون ضمير متصل أيضا مثل فهمته، فلا تحتاج أن تأتي منصوبة، لا تحتاج أن تأتي منصوبة لأنها تعود إلى الدرس. الدرس هناك كلمة الدرس. طيب واضح لكم؟ نعم. فيوجد لدينا مجموعة، فهمت الأسئلة، حفظت سورة الفجر، الفجر لأنها مضاف ومضاف إليه أتت مكسورة، ثم نأتي حفظتها. ها هذه هل هي مفعول أم لا؟ مفعول. مفعول. والفاعل حفظت. إذن الكلمة في اللغة العربية من العجيب أن الكلمة الواحدة ممكن تحتوي على الفعل والفاعل والمفعول، مثل حفظتها وكثير كتبتها. إذن كلمة واحدة جملة، كلمة واحدة جملة، وهذا ما يميز ويجعل اللغة العربية سهلة لمن يعني تمرس على اللغة العربية. So basically what we have in this slide is the same like what we did before, but we have different suffixes to mention or to indicate or to assign subject as تاء مربوطة فهمت at the top here, and who as a suffix pronoun to indicate or to assign the object which is الدرس. So what we said,
that one word in Arabic, like كتبتها, حفظتها, may include the verb, subject, and object. One word can have one sentence. Okay, the same like كتبتها, حفظتها. طيب يا شباب واضح لكم؟ نكمل إن شاء الله. ولعلنا ننتقل إلى التمارين مباشرة بعد المحادثة. طيب تأمل الأمثلة الآتية. سوف نقرأ الأمثلة. نعود لكل شخص منكم سوف يعني نطلب منه أن يقرأ مثالين على الأقل. ثم نلاحظ ماذا نريد أن نفهم من هذا الدرس. نبدأ من مبارك مجددا. اقرأ السطر الأول هنا. القرآن. قرأ الطالب القرآن. طيب أحسنت. إذن ننظر إلى الفعل قرأ. طيب ثم ننظر إلى اللون البرتقالي أو الأصفر كما هو ظاهر لنا. ما هي العلامة على هذا على حرف الباء؟ الضمة. إذن يا شباب عندما ترى الضمة لا يمكن في هذا الدرس لعلنا نتحدث لا يمكن أن نقول هذا المفعول به. طيب لماذا؟ من الشكل. حتى إذا لم أفهم اللغة العربية من الشكل أستطيع أن أفهم ماذا تعني الكلمة. ثم انظروا إلى كلمة القرآن باللون الأخضر. ماذا ترون على النون؟ الفتحة. طيب هل يمكن أن نرى المنصوب أو الفتحة التي تدل على النصب هل ممكن أن نقول هذا فاعل؟ لا. إذا كان في داخلي معلومة وتحدثت بها فلا يمكن أن أخطئ عندما أجيب أو أقرأ مثل هذه الأمثلة. إذن انظروا إلى هذه الجملة. جملة بسيطة بدأت بفعل الماضي قرأ ويوجد هناك ضمير مستتر ولا لا يوجد؟ يوجد. لا يوجد. لأن الطالب موجود. لو قلنا قرأ القرآن الآن نقول هناك الفاعل ضمير مستتر تقديره هو. لكن وجد الفاعل فماذا نقول؟ قرأ الطالب. طيب القرآن واضح لكم يا شباب؟ نعم. هل يحتاج لنا هنا ضمائر متصلة ما ضمائر؟ لا يحتاج ذلك. طيب في اللغة العربية نحن نبدأ بالفعل. يعني بعضهم يقول أن نقول الطالب قرأ القرآن موجودة في اللغة العربية لكن ليست صحيحة. اللغة العربية هي اللغة التي تبدأ بالفعل. طيب جميل جدا واضح لكم؟ نعم. So what we said, look at this sentence, the first sentence at the top right corner, we said we have a one whole sentence with the verb qara'a, then at-talibu, which is having the dhamma at the end, is a sign of subject, the doer. Then we have al-Qur'an with fatha at the end to indicate or to have a sign that it's an object. So subject must be nominative with dhamma, and object must be accusative with فتحة. واضح لكم يا شباب؟ واضح. طيب انزل إلى الجملة التي تليها واقرأ يا مبارك. نعم. الدرس. كتب المدرس الدرس. طيب جميل جدا. أذهب الآن إلى عبد الله. عبد الله أريدك أن تحدد لي الفاعل والفعل والمفعول. الفعل هو كتب. أحسنت. والفاعل هو المدرس. أحسنت. كيف عرفت أنها الفاعل؟ لأنها السين مضمومة. مضمومة الدرس. أحسنت. ثم الدرس هو المفعول به. أحسنت. إذن المدرس الدرس. طيب مهم جدا أن نعرف بعض الأحيان من المعاني نستطيع أن نفهم أين الفاعل. لا يمكن أن يكون الدرس هو الفاعل. لماذا؟ لأن الدرس لا يقتل. الدرس لا يأكل. فهمتم ما أقصد؟ فبعض الأحيان حتى لو كانت لديك معرفة في المفردات ومعاني المفردات تستطيع أن تميز أين الفاعل وأين المفعول. لا يمكن للفاعل أو يعني مثل ما يوجد لدينا لا يمكن أن نقول كتب الدرس المدرسة. لا يمكن في المعنى لا تدل على المعنى. فلذلك بعض المفردات إذا عرفنا معانيها نعرف أين الفاعل وأين المفعول. إذن ليس فقط التشكيل بل أيضا يوجد لدينا دلالة أخرى وهي المعنى. طيب واضح لكم؟ أيوة واضح. طيب لعلك يا عبد الله تقرأ الجملة التي على اليسار في الأعلى. شرب الضيف القهوة.
طيب جميل جدا. أنا أريد الآن عبد الله قرأ، أذهب إلى هارون. هارون هل ممكن أن تفصل لي أين الفعل وأين الفاعل وأين المفعول؟ الفعل شرب. أحسنت، الفعل شرب في الماضي، والفاعل الضيف. الضيف أحسنت، لأنها بالضمة، هذا واضح لنا. طيب ثم والمفعول القهوة. القهوة. طيب حتى مرة أخرى أعيد لكم، هل ممكن أن نقول شرب القهوة الضيفة؟ لا لا يمكن، حتى لو وضعت الضمة. نعم. لماذا؟ لا يمكن للقهوة أن تشرب الضيف. نعم. واضح ما قلته لكم؟ نعم. طيب ننتقل مرة أخرى، ولعلنا هذه المرة لا حتى نكتمل بالكل يشارك. هارون يقرأ الجملة الأخيرة. فتحت آمنة الباب. يا سلام يا سلام، انظروا إلى حتى الأفعال، قرأ شرب، يدل على الفاعل الضمير المستتر إذا كان موجود، أو يظل على الفاعل الذي هو مذكر غائب. ممكن ممكن لا يوجد غائب الآن لأنه كلمة موجودة لدينا، لكن يوجد يدل على المذكر شرب. لكن انظروا إلى فتحت، فتح هو الفعل، ثم أتى ضمير متصل للتاء اللي يدل على الأنوثية التأنيث. أحسنت. ثم آمنة، ما رأيك يا عبد الله؟ هل آمنة فاعل أم مفعول؟ فاعل. فاعل لوجود الضمة. أيوة. طيب وأيضا الباب مفعول به، مفعول به بالفتحة. ومرة أخرى لا يمكن لنا أن نقول فتحت أو فتح الباب آمنة. أيوة. لا يمكن للمعنى، للمعنى. واضح لكم؟ أيوة. نعم. واضح. طيب إذن ماذا نقصد؟ أننا نفهم في هذا الدرس أين الفاعل، أين الفعل، أين المفعول. طيب so to translate what I explained to the students, now we have four sentences. Usually we need to assign where is the verb, which is قرأ، كتب، شرب، فتحت. And then we have these nouns with the yellow or orange color. They have ضمة. That's why they have subject. They have been assigned as subject because they have ضمة and nominative form. Then we have القرآن، الدرس، الباب، القهوة. They are assigned as مفعول به، object. That's why they have فتحة، accusative. واضح لكم يا شباب؟ نعم. نعم. طيب ننتقل إلى التمرين الآخر. الآن ماذا يريد؟ أجب عن الأسئلة الآتية. سوف نسأل السؤال، طيب، ويسأل السؤال مبارك ثم نجيب. هل نجيب من المحادثة؟ إيه نعم. طيب إذا أردنا نعود إلى المحادثة نعود، وإذا استطعنا نجيب لا بأس. اسأل السؤال لو سمحت. أين ذهب الطلاب الجدد؟ طيب أين ذهب فعل ماضي، الطلاب فاعل. انظروا إلى الجدد، بعضهم يظن أن الكلمة الثالثة دائما هي المفعول، وهنا لا، أتت صفة للطلاب. So الطلاب is the subject and الجدد is an adjective to describe الطلاب. So it's not the object. هل تستطيع أن تجيب يا مبارك؟ أين ذهب الطلاب الجدد؟ ذهب الطلاب الجدد إلى المدير. أحسنت، ذهب الطلاب الجدد إلى المدير. أحسنت، شكرا لك. ننتقل إلى السؤال الثاني عند عبد الله. أفهم طلحة الدرس؟ أحسنت، يوجد الفعل فهم في الماضي ولكن سبق بأداة الاستفهام أفهم. طيب طلحة بالضمة هي فاعل، ثم الدرس مفعول به. نريد الإجابة، أنا أركز على القاعدة وأنت تجيب على السؤال. طيب تفضل. نعم نعم فهمت الدرس. نعم، هو أجاب في المحادثة قال فهمت الدرس. نعم. لكن نحن نقول نعم نعم فهم طلحة الدرس. أحسنت، شكرا جزيلا لك. نعم. ننتقل إلى هارون، السؤال الثالث. أي سورة حفظ إبراهيم؟ أحسنت، أي سورة حفظ هي الفعل، إبراهيم هو الفاعل. طيب نقول حفظ سورة الفجر وسورة التين. طيب أحسنت، ممكن أن نقول حفظ، حتى نركز على ما درسناه. نعم. حفظ إبراهيم سورة الفجر. الفجر، لماذا قلنا سورة؟ مفعول لأنها مفعول به. واضح؟ نعم.
سورة الفجر وسورة التين. وسورة التين، أحسنت. ثم ننتقل إلى السؤال الرابع سريعا لعلك يا مبارك تقرأ. من فتح النوافذ. أحسنت، الإجابة سوف تكون باسم شخص. طيب ماذا تجيب؟ أجيب أنت يا مبارك حتى نختم هذا التمرين. أي شخص لا بأس. حامد. أحسنت، هو كان حامد. حامد فتح النوافذ. طيب هل إجابته صحيحة؟ أو فتح فتح حامد. نبدأ بالفعل دائما يا شباب حتى لا تخطئ. فتح فتح حامد النوافذ. النوافذ. أحسنتم أحسنتم. طيب ننتقل إلى التمرين الثالث، وحسب ما تم دراسته من قبل مرة أخرى نعود إلى عبد الله تسأل السؤال. فتح فتح علي الفصل. أحسنت. طيب هل هي إجابة صحيحة أم خطأ؟ نعم صحيحة. طيب نضع عليها صح، وإذا كانت خطأ سوف تحاسب يا عبد الله. طيب لا بأس لو كانت خطأ نرجع إلى هناك. أيوة فتح الباب لكن الفصل. أحسنت الباب. أحسنت أحسنت. طيب ننتقل إلى السؤال الثاني، تفضل يا هارون. ما رجع زكريا وحمزة وعثمان من مكة. طيب حقيقة هم رجعوا أم ما رجعوا؟ ما رجعوا ما رجعوا ما رجعوا ما رجعوا ما رجعوا ما رجعوا. إذن الإجابة صحيحة صحيحة. نعود إلى مبارك. ما كتب فيصل الأجوبة لأنه ما فهم الأسئلة. ما رأيكم؟ صحيح صحيحة. طيب جميل جدا. والأخير يا عبد الله. ما كتب فيصل الأجوبة لأن كلامه مكسور. طيب خطأ خطأ. أيوة. عجبني أعجبني عبد الله عندما قال فيصل سكن بدل أن يقول فيصل. ما كتب فيصل. طيب الأجوبة الأجوبة الضمة حتى نبين للناس. ومن يستمع لنا في هذا يشاركنا من المشاهدين. إلى أن هذا فاعل. طيب جميل جدا. ننتقل إلى التمرين الذي يلي ذلك. عين الفاعل والمفعول به في الجملة الآتية. أكتب الفاعل باللون الأزرق والمفعول باللون الأحمر، واضبط آخر كل منهما. قبل أن ننتقل إلى هذا التمرين، this exercise is true false questions based on the dialogue, so it's very easy. And this exercise, we need to to circle or find the subject, the object, and we color them with the blue for الفاعل. Which is the subject, and we have the red color for المفعول, okay, which is the object. سنأخذ تمرين من كل واحدة ثم ننتقل سريعا، والباقي سيكون واجب إن شاء الله. نبدأ من مبارك الجملة الأولى. كسر الطفل القلمة. طيب إذن الطفل سوف نضع ضمة والقلمة فتحة، فعرفنا بأن الضمة هو الفاعل والفتحة هو المفعول به. طيب إذن هذا هو الفاعل، وكما قلت لكم لا يمكن كسر القلم، لا يستطيع الإنسان يقول كسر القلم الطفلة. طيب ننتقل إلى عبد الله سريعا، جملة واحدة فقط. غسلت آمنة المنديل. أحسنت، إذن نقول آمنة بالضمة والمنديل بالفتحة. نعم. ليدل على أنه المفعول والفاعل. طبعا عندما تعودون إلى البيت افعلوا مثل ما ذكر، اللون الأزرق يكون للفاعل واللون الأحمر سوف يكون للمفعول. نعم. طيب ننتقل إلى آخر جملة لديك يا هارون. أكل أسامة العنب وأكلت زوجته الموزة. أحسنت. طيب إذا مثل ما قلنا لكم بقية هذا التمرين سوف تقومون بحله إن شاء الله عندما تعودون. Yeah. So what we did, instead of using the blue and red colors, we just have the ضمة and فتحة to indicate ضمة for subject and فتحة for object. So you need to do this as an exercise, and إن شاء الله we discuss it or you discuss it with the group إن شاء الله later on. شباب أنتم سوف تقومون بحل هذا التمرين والدرس القادم سوف نتأكد. لا تنسوا استخدموا مثل ما ذكر في السؤال اللون الأزرق واللون الأحمر. ننتقل إلى التمرين الذي يلي ذلك. أكمل الجملة الآتية بكلمات مناسبة واضبطها بالشكل. طيب لعلنا نبدأ بالسؤال الأول. سنأخذ سؤال واحد أو سؤالين والباقي أيضا واجب. تفضل يا مبارك. نعم. من فتح باب الفصل. طيب سوف نقول باب الفصل. طيب ثم نقول
ماذا سوف يكون الجواب؟ فتح حامد أو فتحت. نعم لأنه لدينا سعاد. الجواب موجود. هل بإمكاننا نقول فتحت سعاد الخبزة؟ لا لا. إذا نقول خطأ. ماذا نقول؟ أكلت. أحسنت. أكلت. أحسنت يا عبد الله. أكلت سعاد الخبزة. طيب ننتقل إلى السؤال الثالث لعلك هارون تجيب عليه. أو غسلت. غسلت أختي الملابس. الملابس بالفتحة. واضح لكم يا شباب؟ أيوة. نعم. إذن ما هو التمرين؟ هو أن تأتي إلى الكلمة المفقودة، ممكن أن تكون فاعل، ممكن أن تكون مفعول، وتقوم بإضافتها ثم التأكد من معناها حتى يكون معنى صحيحا. نعم. أريد منكم أن تكملوا هذا التمرين إن شاء الله. طيب شاء. سوف يكون بالواجب. طيب نعم شاء الله. التمرين الأخير أيضا، اجعل كل من الكلمات التي مفعول به واضبط آخره. طيب لو قلنا بشكل سريع القرآن حتى تكون مفعول، ماذا نقول؟ قرأت القرآن. القرآن. طيب نعم. وبقيتها إذن ماذا نفعل في هذا التمرين؟ كل ضمة تتحول إلى الفتحة. فتحة. فتحة. واضح لكم؟ واضح. أريدكم أن تقوموا بعمل هذا إن شاء الله في المنزل. طيب. طيب. So this exercise we change the Quran ضمة to فتحة and other words to change them from nominative form to accusative form. You need to do this as a homework as well as we did here. We complete these sentences using the right words. So you need to do that, or this exercise, or these three exercises when you go back home. طيب. شباب لدينا ثلاث تمارين واجب. عليكم أن تقوموا بحل هذه التمارين جيداً. هل يوجد لديكم أي سؤال؟ لا واضح. واضح. لا تنسوا هذا الدرس اليوم مليء. عليكم أن تقوموا يعني مراجعة ودراسة وإعادة محاولة استخدام الجمل إن شاء الله عندما تعودون إلى المنزل. طيب. حتى ألقاكم إن شاء الله في الدرس القادم. أستودعكم وأترككم في رعاية الله. يا راغبا في كل علم نافع ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد. زاد أكاديمية ينبوعها صافٍ صافي ليروي غلة الظمآن وتعلم اللغة الفصيحة ورعاها بطريف أسلوب وحسن بيان بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.